الجيش الإسرائيلي الآن ينقل ويقول أن القصف الذي تم هو قصف لإرهابيين على حد تعبيره في مقر عسكري يقع في مجمع مدارس التابعين. يعني هذا يجعلنا أن تصف لنا هذا المجمع، هل هي مدرسة واحدة أم مجمع أو مجمع من المدارس يعني، ومدى صدق هذه الرواية الإسرائيلية؟ نعم نعم سعد الدين، كالعادة يعني كما يقول الفلسطينيون هنا، المبرر جاهز لدى الجيش الإسرائيلي، حيث كان قبل يومين استهداف مدرسة عبد الفتاح حمود ومدرسة الأف، ويقول الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف مراكز قيادة تستخدمها حركة حماس. وهذا المستوى وهذا المجمع، مجمع الصحابة الطبي، هو ليس ببعيد عن هاتين المدرستين، حيث أن الجيش الإسرائيلي يقول بأنه يعني استهدف إرهابيين داخل هذا المجمع. ولكن ما يراه المواطن هنا ويرى الجميع أنهم يعني مواطنون من المدنيين، من أطفال ونساء وشيوخ، هم من النازحين الذين نزحوا إلى هذا المكان يعني بسبب تدمير آلة الحرب الإسرائيلية لمنازلهم، ولجأوا إلى هذا المكان طلبا للحماية، وأيضا من أجل الرعاية أو تقديم بعض المواد، مواد الطعام والشراب لهم، حيث أن الجيش الإسرائيلي عادة ما يستخدم مراكز اللواء هذه عندما يتم قصفها، ويقول دائما أنه يستخدم الإرهابيين من الفصائل الفلسطينية. نعم.